ان شاء الله المباراه تكون مليحه، ان شاء الله الفوز للمنتخب المغربي، ان شاء الله تكون مباراه تستاهل ان احنا نحضرها، ان شاء الله مباراه تكون متعه، مباراه لازم نتمنى الفوز للمنتخب المغربي ان شاء الله. الحمد لله، احنا اول حاجه عرب مع بعضنا وجيران وخوا، وحنا رانا نحبوا المغاربه كما نحبوا الجزائر. اليوم راهي شغل تلعب الجزائر، اليوم المغرب والجزائر عدي بالنسبه لي انا شخصيا ونورمالمون بالنسبه للجزائريين كامل وبالنسبه للمغاربه كذلك، هما حضروا لنا كذا ماتش حتى احنا نحضروا لهم، فهمتني؟ والعلاقات متبادله الحمد لله، الجزائر والمغرب غنيه على التعريف. باش نحكي على العلاقات انا ما نقدرش نلخصها في زوج دقائق ولا في دقيقه، وبالتوفيق اليوم للمنتخب المغربي. والله جاي اشجع المنتخب المغربي لان احنا العربيين كلنا نحب الفرق العربيه ونشجع المنتخب المغربي، وان شاء الله اليوم فايزين 2-0 ان شاء الله. والله الا تو من الفريق الوحيد اللي اقنع في الفرق العربيه، ما احنا الفرق العربيه كلها زي بعضها كلها بتشجعها، بس لا تو المنتخب المغربي هو الاقرب، هو الاقرب. عنده شباب ممتازين، لاعب ممتاز ما شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى المغرب تفوز البطوله ان شاء الله ان شاء الله. انا اتوقع النهائي ان شاء الله يكون مصري مغربي ان شاء الله، اذا ما تقابلوا ان شاء الله يكون، وان شاء الله المرابط اليوم ان شاء الله يصنع لنا هدف جميل ويسجل هدف ان شاء الله. رب ان شاء الله، هذا هو الامل وهذا هو الحلم باذن الله يتوقع. يعني اثنين احسن فرقه في البطوله بكل جداره يعني، ونقولها ثاني بكل تواضع، يبقى قضيه وش هي؟ التوفيق، التوفيق فقط. ان شاء الله نكونوا متوفقين في زوز، وان شاء الله نلحقوا الفينال في اثنين. شكرا حبيبي.